نتعلم منها وناخذ اجراءات حتى نجرب نكون احنا مجهزين. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم صيغة القانون التي أعدتها النائبة يلت شاكيد من البيت اليهودي والتي تسعى إلى تقييد نطاق الطريق من غاد غريبة. شو بلفنا لفة هاي الطريق؟ هذا مجنون في عصافير. طيب يا أم العصافير، طيب يا أم العصافير. كمل ايوه رانيا، انا شوي بنصل الدار. يلا في عصيان احنا، ها خلاص لما بصل برن. احنا واقفين معطلين عشان مسكر الطريق. ماشي تفضل. ماشي سلام. نسكن تلفونك خلاص، صور بهذا خلاص. يا الله شو برد. الفيديو هاي؟ اه والله كتمها شوية صغيرة عشان نجي بهنا.